أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة. وفي عناوين حلقة اليوم: عائد من جبهة الحوثيين يقتل والدته وشقيقته في عمران. عدن الغد يتساءل ما الذي تعنيه عودة الانتقال إلى صفوف الحكومة في اليمن. وفي الإكسبريس الفرنسية: ماكرون يطلب عدم استخدام السلاح الفرنسي في حرب اليمن. من المقرر أن يعود المجلس الانتقالي إلى صفوف الحكومة الشرعية في اليمن عبر الحصول على مناصب حكومية في الحكومة وتحت سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي. ووفقا لموقع عدن الغد، إلى الشرعية در، ما الذي يعنيه عودة الانتقالي إلى صفوف الحكومة؟ ويقول الموقع: كان الانتقالي والممول من الحكومة الإماراتية واحدة من الفصائل السياسية التي كانت تحت لواء الحكومة الشرعية قبل العام 2017 حين دبت الخلافات السياسية بين هادي والإدارة الإماراتية، انتهت بإقالة القيادات الموالية للإمارات، ولاحقا أعلنت هذه القيادات تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي وتلقت تمويلا ماليا ضخما من الإمارات. وعقب اشتباكات مسلحة انتهت بالسيطرة على المقر الحكومية والمؤسسات الأمنية والعسكرية للحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، قادت السعودية جهود سياسية يتوقع لها أن تنجح بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية. وفق هذه الجهود، فإنه من المقرر أن يعود المجلس الانتقالي الجنوبي أدراجه ضمن قوام الحكومة الشرعية في اليمن في وقت أعلن فيه المجلس الانتقالي مسبقا أنه بصدد إدارة مناطق الجنوب ورفض الحكومة الشرعية وسعيه لانفصال الجنوب. من شأن هذه التسوية السياسية بحسب الموقع الحصول على المناصب، توجه ضربة قاسمة لادعاءات المجلس بأنه يسعى للانفصال، وتتضمن بنود التسوية السياسية المزمع الإعلان عنها عودة للرئاسة والحكومة والبرلمان إلى عدن. تتضمن التسوية السياسية أيضا دمجا لكافة القوات التي مولتها الإمارات وأنشأتها خلال الفترة الماضية، وبينها قوات الحزام الأمني والنخب، الأمر الذي يعني أن هذه القوات ستتحول إلى قوات تابعة للحكومة الشرعية. بثياب رثة وعليها قنابل عنقودية حاملة معها أوساخ السنين الغابرة، ينتظر المسلحون الحوثيون الضحايا المدنيين على أبواب ما كان يعرف بأقسام الشرطة في صنعاء، ويعنون يمن مونيتور. أقسام الشرطة في صنعاء أوكار تحرش وامتهان. يصف أحد المواطنين اليمنيين تلك المراكز الأمنية التي تحولت إلى ما يشبه المساكن المرعبة بالقول: شيء مرعب فعلا أن يتم وضع هؤلاء لاستقبال شكاوى المواطنين في أقسام الشرطة في صنعاء. ويضيف في حديث اليمن مونيتور: أصبحت أقسام الشرطة في عهد الحوثيين وكرا للجريمة والابتزاز والتخوين وامتصاص لأموال المواطنين لا أكثر. وعن ما شاهده في أحد مراكز الشرطة يقول: غرف فارغة، أبواب مكسرة، وبملابس متسخة يقف المشرفون والمندمجون بالشرطة التابعون للحوثيون من دون أي مؤهل دراسي يذكر على أبواب قسم الشرطة في انتظار ضحاياهم من المواطنين من أجل ابتزازهم ونهب المال منهم. لم تعد الحرب في اليمن حربا واحدة، لقد تناسلت وتكاثرت إلى عدة حروب، هكذا بدأ عبد العالم بجاش مقاله المنشور في موقع المشاهد نت، مضيفا في أجزاء من المقال: تحررت البلاد من قبضة الحكم الإمامي عام 1962، لكنه ظل كامنا ل 52 سنة ويتربص حتى انقض مجددا في 21 من سبتمبر 2014 عبر انقلاب مسلح سقطت العاصمة صنعاء بقبضته. وبعد شهور شن الانقلاب حربا واسعة للسيطرة على باقي محافظات البلاد. منذ ذلك الوقت تغير الكثير في هيئة الحرب، غير أن ملامحها الأساسية لا تزال تكافح للصمود والعودة إلى المسار الأول. تكمن الصعوبة في اشتعال حروب جانبية صغيرة، خصوصاً في المحافظات والمناطق المحررة من سيطرة جماعة الحوثيين. أخطر تلك الحروب وأكثرها تعقيداً تلك المشتعلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي. حروب صغيرة لكنها تشبه حرائق غابات الأمازون، إذ يصعب السيطرة عليها للعودة إلى المسار الأول. وليست المحافظات تحت سيطرة الحوثيين بأفضل حال، صحيح هناك قبضة أمنية شديدة، غير أن هناك أيضا ضغطا هائلا وقمعا عنيف
وانتهاكات أخرى جسيمة لحقوق الإنسان لا تجعل الوضع آمناً على المدى المتوسط. وأخطر ما تواجهه جماعة الحوثيين وقبضتها هناك سجلها في إذلال وإخضاع القبائل والمناطق والمجتمعات المحلية خلال السنوات الخمس الماضية، يترك ذلك ندوباً غائرة واحتقانات لا يمكن التنبؤ بمستقبلها. إذن مهما كانت القبضة الأمنية لجماعة الحوثيين شديدة، سترتخي تلك القبضة بخاصة في ظل تنامي الانتهاكات. عوامل كثيرة ربما تسرع من اضطراب الأوضاع في المحافظات تحت سيطرة جماعة الحوثيين، الاقتصادية والمعيشية والوقود والغاز المنزلي والأوبئة، وعوامل أخرى من سيء إلى أسوأ. وهناك حالات متزايدة ترصدها منظمات حقوقية للاعتداءات المسلحة والقتل خارج القانون للمدنيين، واقتحامات للمنازل والقرى والمحال، وجبايات مرهقة. والأخطر من كل ذلك السمعة التي تترسخ حالياً عن جماعة الحوثيين، وكيف كافأت عدداً من أصحاب النفوذ المحلي ممن ساعدوها في الوصول إلى صنعاء والسيطرة عليها. وقد توالت الأخبار في السنوات القليلة الماضية عن مصير عدد من الشخصيات الاجتماعية البارزة خصوصاً في المجتمعات القبلية لإقليم آزال ممن تعرضوا للقتل أو الإذلال. معظم مقاتلي ميليشيا الحوثي فور عودتهم إلى منازلهم يقدمون على ارتكاب جرائم القتل للأقارب. ووفقا لموقع ماربريس، قتل والدته وشقيقته. تفاصيل جريمة قتل بشعة هزت عمران بطلها مسلح حوثي. ويقول الموقع أن مسلحا حوثيا قتل والدته وشقيقته، وذلك بعد رفضهما إعطاءه الذهب دعما لما يسمى بالمجهود الحربي. مصادر محلية في محافظة عمران قالت أن أحد عناصر ميليشيا الحوثي في مديرية جبل يزيد غربي عمران عائد من إحدى الجبهات، وفور وصوله رفضت شقيقته المطلقة إعطاءه مقتنياتها من الذهب، فباشرها بإطلاق الرصاص الحي مع والدته وقد فارقتا الحياة مباشرة. أوضحت المصادر أن المسلح الحوثي كان قد نزع السائق من القنبلة التي كانت يحملها وتركها بجوار والده، وأشهر سلاح الكلاشينكوف، وباشر بإطلاق الرصاص على والدته وشقيقته اللتين فارقتا الحياة، فيما قام الأب برمي القنبلة إلى خارج المنزل قبل انفجارها. يشار إلى أن هذه الأسرة كان اثنان من أبنائها قد قتلا مع ميليشيا الحوثي في جبهات القتال، فيما لا يزال الثالث الذي عاد لقتل والدته وشقيقته مستمرا في القتال مع الحوثيين حتى اليوم. وانتشرت مؤخرا الجرائم التي عادة ما يرتكبها عناصر الميليشيا بحق أقاربهم، والتي تأتي بحسب الموقع كنتيجة للتعبئة الطائفية الخطيرة التي يتم تلغيم عقولهم بها، حيث يتم تعبئتهم على أن من يخالفهم كافر ومنافق يستحق القتل والإعدام وإن كان الأب أو الأم. منذ خمس سنوات تحاصر ميليشيا الحوثي تعز من جهة الحوبان، وترفض حتى اليوم كل الجهود التي ترغب في فتح منفذ مدني. وقد علق أحمد عثمان على الحصار، أضاف في مقال تنشره بلقيس: لم تعد قضية إغلاق المعابر أمام المدنيين في تعز ورقة رابحة بيد الحوثيين، فصمود أبطال تعز كل هذه المدة أسقطتها، بل تحولت هذه القضية إلى حمل ثقيل على الحوثي، وهي ورقة رابحة بيد تعز لو وجد محام ناجح وأصحاب حق فطناء يتوجهون جميعا للضغط شعبيا وإعلاميا ودبلوماسيا وإيقاظ القضية كجريمة انتهاك ضد الإنسانية في المحافل الدولية، وهي جريمة لا يبررها الحرب ولا الصراعات. قضية إغلاق المعابر والطرقات أمام المدنيين فرصة لتوحيد وإخراج تعز بصوت واحد، وبدلاً عن هذا ذهب البعض للأسف يبحث عن إدانة للداخل لصالح الحوثي والانقلاب. إعلام الحوثي يركز في قضية المعابر المحرجة له أصلاً على القول بأنه هو من يريد أن يفتح المعابر رحمة بأبناء تعز. فقط الجيش والسلطة في تعز هي من تقف حائلاً أمام هذه الرحمة الحوثية، وهي من تمسك يد الحوثي وترفض الفتح. ومع سخافة هذا المنطق وعدم واقعيته تجد من يتبنى هذا الطرح بدافع النكاية. قضية فتح الطرقات تتعلق بحياة تعز وتنفسها الطبيعي وحقها الإنساني، وهي لا تطلب هنا منة من أحد، ولن يفتحه الحوثي هدية ولا رحمة بمن أراد خنقهم.
كل ما في الأمر أن هذا الملف لم يعد ذا قيمة سياسية ولا حتى عسكرية للحوثي بفضل صمود أبناء تعز وجيشه البطل، وأصبح يمثل حملاً ثقيلاً، والمطلوب هو عمل جمعي مركز ضد هذا الانتهاك الصارخ، لكن أصحاب الشأن يخفف عليه بإيجاد معارك وخناقات بينية وتشويش وتشكيك وتوجيه أصابع الاتهام إلى الداخل بدافع الوسوسة القهرية التي أصبنا بها مدعومة بخفة عقل وغياب وعي. فرنسا لن تتوقف عن بيع السلاح إلى دول التحالف العربي، ولكنها تطلب عدم استخدام أسلحتها في الحرب. ووفقا لصحيفة الإكسبريس الفرنسية، ماكرون يطلب عدم استخدام السلاح الفرنسي في الحرب. باريس لا تريد تورط الأسلحة الفرنسية في الصراع في اليمن وفقا لإيمانويل ماكرون. وقال رئيس فرنسا أنه طلب من السعودية والإمارات ألا يستخدموه في الحرب، في حين كرر أن الأسلحة الفرنسية كانت غير متورطة في الهجمات. ووفقا للتقرير الذي ترجم لقناة بلقيس، فإن العديد من المنظمات غير الحكومية المعارضة والشخصيات السياسية تتهم فرنسا ببيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة. وقال إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي في ليون أن لدى فرنسا شراكات مهمة في المنطقة، وخاصة مع الإمارات التي خفضت بشكل كبير من مشاركتها في اليمن، ومع السعودية التي خفضت بمستوى أقل. وقال: منذ أن تم انتخابي طلبنا التزامات واضحة بعدم استخدام الأسلحة التي تندرج في إطار تعاوننا في المسرح اليمني. ضاف ماكرون: لقد قلصنا أيضا عدد من هذه العقود وأكثرها حساسية. وقال: أتمنى أن نتمكن من إجراء تحقيقات بإشراف دولي ومحاسبة شركائنا، لأن ما أخبرتهم به هو عدم استخدامها في هذه الحرب. صحيفة ليفيغارو الفرنسية والمترجمة خصيصا لقناة بلقيس قالت في عنوان بارز: ستصبح اليمن أفقر دولة في العالم إذا استمرت الحرب. وقال تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إذا استمرت الحرب فسيكون اليمن أفقر دولة في العالم في العام 2022، حيث يعيش 65% في فقر مدقع، وتزيد الحرب معدل الفقر في دولة يبلغ عدد سكانها 29 مليون نسمة. دخل اليمن التي طالما اعتبر أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية في الحرب، عندما استولى المتمردون الحوثيون على العاصمة صنعاء أواخر 2014، وشن تحالف عسكري تقوده السعودية هجوما فيما بعد لدعم حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي المعترف بها من قبل المجتمع الدولي. الحرب دفعت اليمن إلى حافة المجاعة وتسببت في نزوح الملايين من الناس. وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن لوغا لوتسما: الحرب لم تتسبب فقط في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ولكنها أغرقت البلاد في أزمة تنمية مروعة. أغاني الغجر على باب الوطن، تحت هذا العنوان كتب إبراهيم جابر إبراهيم مقاله المنشور في صحيفة الغد. ربما استطاع الغجري وبمهارة فائقة التخلص من فكرة الوطن، أو ربما عاش الفكرة بشكل أنضج حين سخر الوطن لخدمته. وطن الغجري حيث نام سعيداً وأقام أغنياته، فوطنه في الأغنية التي يحملها وينصبها أينما داهمه الليل، وهو لا يتفهم فكرة أن يشتغل هو ملحناً عند الوطن. تبدو الفكرة أكثر إقناعاً عند الغجري. الوطن من معدات الحياة السعيدة، وليس هو الحياة بحد ذاتها. والوطن حيث أرقص بملء روحي الحرة، حتى لو في شارع غريب وضيق ويتحدث لغة لا أفهمها. الوطن عند الغجري هو ما أنتظره من الحياة. يشعر المدني في بيته الحجري الخانق بالغيرة من الغجر. من الذي جعل الوطن في رؤوسنا فكرة مرهقة إلى هذا الحد؟ ومن الذي سهر على تشكيل أول عصابة في التاريخ ليغزو القبيلة المجاورة؟ ومن أول ميت غريب أقيمت عليه صلاة الغائب؟ تثير غيرتي خيام الغجر على أطراف المدن. أقول لنفسي: هذا وطن سهل الحمل، أطويه في دقيقتين وأضعه على ظهري. وطن بلا أشجار حمضيات، ولا بث تلفزيوني، ولا رسوم مجاري، وبلا قانون انتخابات. لا يقيم الغجري وزناً للأسماء المحضة: هذا بيت، هذا حقل، هذه شجرة، وهذا ليل، أو جابي كهرباء. لا يجفل إن تأخرت الشمس ساعتين عن دوامها الرسمي، ولا يضيره أن عصفوراً تكاسل ذلك اليوم وظل صامتاً. يأخذ الغجري الأمر ببساطة ويغنيه.
والغجري الحر لا يطيق الهدوء، فلا ينام إلا وسط موسيقى صاخبة واصطفاق الريح ببعضها. والغجري لا يطيق الرتابة، فلا يمشي في الشارع الواحد مرتين. والغجري أيضاً تخلص منذ زمن من خديعة اسمها الحنين. الغجري يحن دائماً لما هو قادم ولما سيحدث، ولا ينشغل كثيراً بتفقد ما مضى. تثير غيرتي بيوت الغجر، أقول لنفسي: الأوطان ككل الكائنات قليل منها الأليف الذي يمكن تربيته في البيوت. وفي الأثناء كانوا يمرون بأهل المدينة الحمقى وهم يدندنون شامتين: خذوا البيوت إذن وسنكتفي بالغناء لها، خذوا العطر والنميمة وأساور الذهب واتركوا لنا النساء، خذوا المدينة كلها واتركوا لنا الفرجة من بعيد. حصل رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد على جائزة نوبل للسلام هذا العام تقديراً لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي، وخاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إرتيريا وعنوان الدي دبليو الألماني. منح جائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، حيث أعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو حصول رئيس الوزراء الأثيوبي على جائزة نوبل هذا العام. أضافت اللجنة أن أبي أحمد فاز بالجائزة تقديراً لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي، خاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع إرتيريا. واستعادت إثيوبيا وإرتيريا العلاقات في تموز يوليو 2018 بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى العام 2000. وتولى أبي أحمد والذي يبلغ من العمر 43 عاماً منصبه في نيسان إبريل 2018 بعد استقالة هايلي مريم ديسالين في أعقاب 3 سنوات من الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة. وكان الائتلاف الحاكم قد بدأ بالفعل في اتخاذ إجراءات تصالحية بما في ذلك إطلاق سراح كثير من المعتقلين السياسيين، لكن أبي أحمد عجل من وتيرة الإصلاحات ووعدت حكومته بتحرير الاقتصاد الخاضع لسيطرة الدولة وألغت الحظر على كثير من الأحزاب السياسية وعزلت واعتقلت الكثير من كبار المسؤولين المتهمين بالفساد والتعذيب والقتل. جاءت إحدى افتتاحيات صحيفة الغارديان بعنوان مشين، وتقول الصحيفة أن اللجنة المانحة لجائزة نوبل للآداب لم تتخذ في تاريخها قرارا خاطئا وغريبا مثل قرارها منح الجائزة للكاتب النمساوي بيتر هاندكه. وتقول الصحيفة والتي ترجمتها البي بي سي أن هاندكه مدافع بارز عما وصفته بأنه أسوأ نظام تولى السلطة في أوروبا منذ العام 1945. تقول الغارديان أنه طوال التسعينيات كان هاندكه من المدافعين عن الزعيم الصربي سلوبدان ميلوسوفيتش طوال حملة بلغراد الشرسة للتطهير العرقي في يوغوسلافيا السابقة. وتقول الصحيفة أن هاندكه ألقى كلمة أثناء جنازة ميلوسوفيتش عام 2006، كما أنه كتب كثيرا أن الصرب يعرفون باسم المعتدين مبرئا إياهم من الاعتداء. وتقول الغارديان أن الموهبة الأدبية مستقلة عن السياسة، ومع ذلك كان إنتاجه الأدبي خلال 25 عام الماضية مكرسا لتفكك يوغوسلافيا السابقة. فوز هاندكه بجائزة نوبل إهانة لضحايا حروب الإبادة ويذكي الانقسامات ويجلب على الجائزة عار لا يمحى بحسب الغارديان. المصور اليمني على عسكول أطاف مختلف مناطق اليمن ونشر عددا من الصور التي تعكس جمالا يمنيا مختلفا من مناطق مختلفة، أبرزها محمية حوف في المهرة وجزيرة سقطرى. نتابع. فن الكاريكاتير يستمر في المنافسة ويفرض نفسه بين الأخبار والصور،
مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها في آخر محطات كشك الصحافة اليوم. هذه المجموعة من رسوم الكاريكاتير وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. كونوا بخير.